أهلا بكم في قراءة سريانية للقرآن مع أستاذنا كريستوف لوكسمبرغ وأبونا دانيال شمعون. سنقرأ اليوم سورة ياسين وسنرى ما عليها من ملاحظات. سنشارككم الشاشة حتى تستطيعوا متابعة النص. طبعت العربية للقرآن فقط للعلم. يمكنكم تحميلها مجانا، ونحن نكتب عليها الملاحظات لأنه هذه ستكون سوف نستعملها لطبعة جديدة للقرآن، الطبعة الرابعة للنص العربي، ثم نستعملها للترجمات فرنسية إنجليزية والإيطالية. الحاصل هل الآية الأولى، الآية ياسين، احنا اخذت هذه الصورة من الآية الأولى، وعنوان هذه الصورة ايضا قلب القرآن، المعمى، المدافعة، القاضية، هكذا لها اسماء. هل عندك ملاحظة استاذ الفاضل؟ ياسين الأحرف المقطعة احنا عملنا عنها حلقة كاملة، ما لنا حاجة. نعم ما لنا حاجة بها، نرجع للحلقة. طيب، الآية الأولى والقرآن الحكيم، هنا المفسرون بيعتبروها قسم، أقسم بالقرآن الكريم. أظنك أنت حتقول وبخصوص القرآن الكريم شيء، ممكن ولا تفضل نخليها واو القسم؟ ممكن هنا يعني واو القسم، لأنه ما يلي هو أو وجه الكلام للمرسل. أيوة، واو القسم أو فيما يخص القرآن أو فيما يخص القرآن أولا فيما يخص القرآن. طيب، نسكر القرآن. إنك لمن المرسلين، هنا ما عندي ملاحظة عليها. لا والله، على صراط مستقيم. ما عندي ملاحظة؟ الصراط مقلوبة عن السطر مثل ما احنا شرحنا هاي. نعم يعني نكمل الآن. تنزيل العزيز الرحيم، هنا اعتبرت ناقصة حسب رأيهم. هو تنزيل العزيز الرحيم مكي، وتبريرا للنص رأى ابن عاشور أن هذا النص ناقص تكميله، أعني تنزيل العزيز الرحيم، يعني أيوة هكذا هو فسرها. هل تنزيل بمعنى الصفة وليس المفعول، أي القوي؟ أنت عندك وليس المفعول. تنزيل العزيز الرحيم، هل عندك أنت ملاحظة عليه؟ هنا وصلني الملاحظة التالية. أنا أعتقد أنه هذه نربطها بالقرآن الحكيم، تنزيلي يعني مقصودي القرآن الحكيم، تنزيل هو تنزيل العزيز، هو كتب تنزيل العزيز يعني الله شيء، لا هو اللي لا يعني تنزيل من الله طبعا. العزيز هو صفة الله، صفة الله العزيز. نعم نعم نعم، تنزيل الرحيم 142. قرئ التنزيل وتنزيلي، يعني جاءت ثلاث قراءات، تنزيله تنزيله تنزيلي، مش عارفين هي بالضمة بالفتحة ولا بالكسرة. نكمل. الآية السادسة، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، 143. هنا 143 آباء معنيان، يعني ما حرف نفي لأن آباهم لم ينظروا برسول قبل محمد، أو لتنذر قوما
إنذارا مثل إنذارنا أباهم. نعم. يعني لتنذر قوما ما، يعني كما أنذر أباهم. نعم. هكذا فهمت. هذا مكي شرحة. أنت أباهم خطأ بالمرحلة الخامسة فهم غافلون. أنت شو أباهم يعني إيه الخطأ؟ أباهم أنت من دون الهامسة اعتبروها بالرفع. على كل حال حتى الواو يعني زادوها بعد النحو، بعد ابتداء النحو العربي. فهم غافلون، الغافلون فهمت حسب اللي ما وصلني التخلف الرجوع إلى الخلف، الغين من الخاء وهنا التخلف. غافلون يعني عندك ملاحظة على هاي أو نحذف هذه الإشارة؟ لا غافلون بمعنى العربي مفهومة غفلة، يعني غافلون هو كتبها صاحبنا التخلف الرجوع إلى الخلف. لا أعتقد، لا تعتقد، خلاص احنا نحذف هذه الملاحظة لأنه هذه حتشوش أكثر مما تفيد. لا طبعا لأنه ما لها أساس، ما لها أساس وما لها داعي نتعب الناس. طيب هل الآية السابعة لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون؟ أنا بحط هذه العلامة للتذييل، أي أعني أن هذه أضيفت للحفاظ على السجع، لكن ممكن يكون عندك رأي مخالف، تفضل. لا يؤمن، يعني هذه تعطي تطابق معنى الغافلون، يعني غير مؤمنين. نعم لقد حق القول على هذا، واضح المعنى. الآية الثامنة إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان. هلك كل الآية فهم مقحمون، فهم مقحمون. هذه الآية جاء عليها ملاحظات، 144 هنا، 144 هنا، 144 إيمانهم أغلالا، 1200 أولا ملاحظة، إيمانهم أيديهم، شو أنت شوف شو كاتبين أستاذ الفاضل. نعم. قال إنا جعلنا في أعناقهم، لا هم ما في أعناقهم، القراءة مختلفة، أيمانهم أيديهم أغلالا. شوف هذا اللي بيشرح الطبري، أنه في أيديهم مش في أعناقهم. أيوه على كل، هي قراءة مختلفة. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، الأغلال طيب مع سلاسل يعني في أعناقهم. هنا جاء أدفان. نعم هذه أنا مش متأكد منها في غير سورة يخرون إلى الأذقان، هناك تقرأ أدفان، لكن هون ما أشوف لها معنى إلى الأدفان. أيوه أوكي، إذا نترك هذه الملاحظة. حتى الأذقان ما لها معنى. ثانية واحد، حنشوف شو يقول. نحذف هذه الملاحظة. لا هذه يخرون إلى الأذقان غير موضوع. غير موضوع، خلاص معناته احنا نحذف هاي. فهم مقحمون، مقحمون فهمت بمعنى فهم مقحمون، قرئت مفحمون. لا كمان مفحمون ما بتعطي معنى. طيب وش نقول؟ أنا بمعنى مذللين، ممكن تأشر على الكلمة بالرسم الكوفي؟ أكيد. تفضل أعطيك هذه.
مق وين مق مق محون مق محون مق مش مق حمون مق معون. فإذا أنا أقرأ عين سريانية مق محون بدل حاء عين. طيب كيف فهمت مق محون؟ رفعت فهمت بمعنى رافعون رؤوسهم لضيق الأغلال في أعناقهم، يعني في بعنقهم أغلال رأسهم مرفوع لفوق. لا مش هالمعنى، أنا أعطيك المعنى السرياني لقمع قمع تعني قهر وأذل. فهم مقحمون مقحمون. كيف تقرأها أنت علشان أنا أقترح إذا يعني حسب وفقا للرسم الكوفي بدل حاء عين، الحاء شكلها شكل العين السريانية مقمعون وليس مقمحون عين، لأنه واحد أو الملاحظة اللي جتني هي مفحمون. أنا كمان شرحتها هالشكل لكن ما بتعطي معنى مفحمون. إذن أنت تلفظ تقرأها كيف يا أستاذي؟ مثل ما شرح بالعين بدل حاء مقمعون. ما هو هي موجودة مقمعون كيف أي كلمة؟ لا 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 حسب طبعة القاهرة هي مقحمون بالحاء. أيوة طبعة القاهرة مقمعون. لكن الرسم الكوفي يدل على عين سريانية مقمعون. مقمعون نعم بدل مقمحون. مقمعون مقمعون فهم مقمعون بمعنى مذللون. مقمعون مذللون. نعم مذللون مذللون. أبونا شمعون لك ملاحظة؟ لا لا صحيح قمعية مقمعون قمع ذل طهر. خطأ خطأ خطأ. نعم مقمعون. سكروا التلفونات أرجوكم. مقمعون خطأ مقمعون. هلا الآية التاسعة وجعلنا من بين أيديهم سدا. شفت أستاذنا حتى يعني وإحنا نقرأ واحد بغير رأيه يعني أكيد طبعا صحيح وهذا أمر طبيعي لأنه ما حد عنده يعني معصوم عن الخطأ أو منزل. لا طبعا إحنا نتعلم إحنا نتعلم واحد يفكر فيه طبعا. أيوة الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أيديهم أمامهم أمام إحنا ما عندنا مشكلة سدا. هذا أظن الآية واضحة عربية صحيح ما لها حاجة أيديهم. طيب هذه فأغشيناهم من عشا وعشية وقت بتعتم ومن الخاء أيضا يخشى فهم لا فأغشيناهم لا أغشيناهم يعني غمضنا عينيهم مش هيك صحيح. نعم في سد طبعا يعني طبيعي. فهل أنت تقرأ فأغشيناهم أو لا أغشيناهم صحيح عربي. أيوة لأنه أنا ممكن ذكرت أنه المعاني قريبة من بعض عشا وغشا. أيوة أوكي إحنا في هذه الملاحظة. أوكي هل الآية طيب الآية العاشرة وسواء بدل مين يعني ومنها يعني مش من عشرة يعني بتحويل اللفظ. نعم ممكن الحاء تصبح عين أو خاء. أيوة يعني فقط مقارنة. أوكي هلا نروح على الآية العاشرة وسواء عليهم أنظرتهم
أنظرتهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون. أنظرتهم هو مكتوب أنظرتهم، القراءة المختلفة أنظرتهم من دون ألفين ألف واحد. صحيح. أيوة، هل عندك ملاحظة أستاذي؟ لا ما في ضرورة. أنذرتهم يعني بمعنى إن أنذرتهم أنذرتهم أو نعم صحيح، ما لها يعني، ممكن نقول الألف الأولى هي حشو. نعم. الآية 11 إنما يعني هنا واحد ممكن يزيدها، الألف هي على كل مو مشكلة، اثنين صحيحة هي، بس يعني مش هنزود عليهم مساكين. الآية 11 إنما تنذروا من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وخشي الرحمن ب... هل عندك ملاحظة بخصوص هذه الآية؟ لا واضحة. واضحة. طيب ما دام واضحة كيف أنت تفهم وخشي الرحمن بالغيب؟ يعني الغيب يعني الرحمن اللي ما بيشوفه، الرحمن موجود بالغيب طبعا. أوكي يعني الغائب عن الأنظار. بالغيب أنا فهمت بمعنى آخر. نعم. أم سكري السر. إذا تحب تفهمها بهالمعنى. لا بس الغيب مش معناته بالانسكري يعني بالسر، انك بيستعمل سرا وعلنا. يعني خشية الرحمن يعني بيخاف ربه مع انه ما بيشوفه بهالمعنى، معنى الايمان. ايوه انه بيامن مع انه مش شايف ربه، ولذا الرحمن هو في الغيب طبعا. ايوه أوكي. لازم إذن هنا أو توضيح المعنى. توضيح المعنى. المعنى ماذا فهم بالغيب عند المفسرين؟ إذا تحبون نشوفها. بس تحبون نشوفها؟ طيب منيح. 36 11 الصورة 36 36 36 11. أنا هنا أفتح القاموس 11 المعذرة 11 بالغيب. يو 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 دخلوا في متاهة طويلة عريضة. طيب بالغيب فهمت عدة معاني. أيوة hidden in secret then seen unseen in secret كمان فهمت. الجلالين فهم خافه ولم يراه. صحيح هذا صحيح. ولم يره يعني دون أن يراه. صحيح دون أن يراه. إذا تحبوا التفسير بنشوفوا الزمخشري، تحبوا تشوفوا الزمخشري شو يقول؟ لا ولا المنتخب تاع الأزهر، تحبوا الأزهر منتخب الأزهر شو فسرها؟ كله مفيد. نعم كله مفيد يعني مش مطول. احنا حناخذ أيوة هي الآية 11 آية يو 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 الآية 11 أيوة 11 هذا المنتخب تاع الأزهر. طيب الأزهر كيف فسرها؟ أيوة بالغيب خاف راح وإن كان لا يراه. هذا صحيح لأنه الغيب تعني غير منظور. أيوة وإن كان لا يراه. الزمخشري فقط آخر تجربة
آخر تجربة إذا كان اختلفوا في هذا المعنى، الزمخشري عامة هو كويس، الزمخشري يعني عرض بالغيب هنا، أيوة قال مع منفية ينتظر وسواء عليهم، فإن قلت قدرهم ذلك لا إزاي ما شاء وسواء، إنما خشي الرحمن قول إنما نعم تحصيل غير القرآن يظهر ما شرحها ما شرحها. لا خلاص واضحة يعني بالغيب. أيوة أوكي، ما محتاجين أكثر من هيك. الآية 12، إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموه وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. 47، هو بدل ما ونكتب قرأت ويكتب، بدأ وآثارهم وكل شيء وكل هده مش وكل ولكن وكل إمام مبين معناته اللوح المحفوظ. هل عندك ملاحظة؟ وآثارهم يعني أعمالهم. أعمالهم طيب أي كلمة آثارهم؟ أثر. المفهوم منه طبعا أعمالهم أثر ما قدموا، طبعا ما سبق وعملوا قدموا. صحيح صحيح. آثارهم أنا ما شفت لها إلا معنى الاكتساب، ما اكتسبوه من أعمالهم، وهنا الهمزة تخفيف للعين السريانية. أيوة أيوة من اعتار، أيوة تعني أيضا اكتسب، فإذا اعتار اكتسب أيوة ممكن تعني العتيرة مثلا، تعني الغني، لكن اكتساب ما اكتسبوا يعني بأعمالهم حصلوا عليه أعمال ربيع. شوف كيف فسرها الأزهر. إن نحن نحيي الموتى ونسجل ما قدموا في الدنيا من أعمال وما أبقوا فيها من آثار. هذا عربيا هذا المفهوم العربي، لكن مش بالمعنى شيء أثبتناه في كتاب واضح. إمام لكن قرأت الطبري بيقول أنه آثار رجلهم بالمشي، المشي تبعهم بيعتبروه أثر. هذا شرح الطبري، وهذا كمان وهذا كمان. نعم نعم. ف يعني هنا تقول أثر يعني ثراء، لا اكتساب ما اكتسبوا، اقتناء ما اقتنوا، ما اقتنوا يعني من بأعمالهم طبعا وآثارهم. طيب وآثارهم وش الأصل تاعها السرياني؟ السرياني نعتار يعني بدل همزة عين اعتار سريانيا بمعنى اكتسب وما كسبوا، ما كسبوا نعم وما كسبوا اعتار سريانيا اكتسب أي كسب اقتنى صحيح ما كسب وآثارهم ما قدموا وآثارهم. يعتاد تقرأ صحيح لكن تكتب عين تاء راء بدون ألف بالفعل. أيوة المعذرة، عطار سريانين اكتسب أي يعني وكسبهم وآثارهم. لا بيستعملوه ما كسبوا، هذا ما كسب استعملوه حتى القرآن بمعنى ما استحقوا بأعمالهم. لا أعني أستاذي لهذا، لا 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 أشكك في هذا الأمر، لكن وأثرهم يعني هو اسم، هو مكسبهم اسم. صحيح صحيح هذا يعني أنا أعطيت الفعل الجذر طبعا. نعم صح صح مكسبهم
نعم. هذا اللي حبيت أفهمه. أحصيناه، هنا جاءت من حصر. أنا شرحت أنه حذف الراء تعطي أحصى. نعم، حصر جمع. العد يجب الحصر في إماء. طيب، أحصينا، أنت تقول أحصى مصمم معنى المفهوم العربي اليوم بمعنى عد أحصى. أيوه. إنما الحصر يعني الجمع. ما يعني أنت يعني ترى أن هذه الكلمة كتبت خطأ، تقول لا مش خطأ، مش صحيح. لا إذا نقول لا الكتابة صحيحة. أنا أشرح فقط أنه أحصى تطور ثانوي من حصر فقط في اللغة بحذف الراء، يعني نتيجة حصر الراء أصبحت أحصى من حصر، بالأصل حصر تطور من حصر، تطور من حصر، طارت الراء للعد. هذا اقتراحي بالحصر، طارت الراء. طيب هذا اقتراح. طارت بدل طارت حذفت، حصر باللهجة يقول طارت لكن حذفت الراء. ما يعني بالمعنى، المشكلة إنه تسجيل الكمبيوتر هنا حذف. حذفت الراء في إمام مبين. فهمت كلمة إمام بكتاب مبين؟ أنت في إمام القدام مبين، شو في إمام مبين القرآن صحف الإبان في هاي كلها ملاحظات مش فاهم منها شيء. طبري شرحها أم الكتاب، يعني الكتاب الرئيسي، يعني الكتاب. أيوة سجل في كتاب أعمال. طيب أيوة في كتاب، نعم كتاب الحياة. أيوة كتاب الحياة. طيب مذكور عدة مرات في القرآن من أوتي كتابه في يميني مثلا. أي نعم في إمام. طيب ليش القدام حط لي إياها القدام بمعنى الأمام؟ يعني مش أنا اللي شرحها، ما هو أنا ما لا أقول عنك، أقول عن اللي كتبها اللي ببالي. نعرف إنه أمام تعني قدام، لكن إمام إمام مبين القرآن لم يستعمل فعل إمام إبان يبين، لكن بينا، لذلك لازم نحط مبين واضح أو مبين موضح. طبعا موضح مبين. نعم. فعلا هي فعل مبين، فيها مشكلة. إمام مبين هو اللوح المحفوظ، يعني المبين ممكن تكون مبين أو مبين. أها مبين، أيوة مبين، يعني كراء. أيوة صحيح، هلا واضح. الآية 13، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. واضرب لهم هذه، طيب أصحاب القرية، هو كتبها رافقة فرقة، أي يلي حد مني حبص بالسرياني أصحاب القرية. يعني أصل كلمة صحب سريين مقلوبة عن حباص، أي قرنة، يعني خبص عربيا. هل هذا كله لنا حاجة به؟ لا ما لنا حاجة به. أصل الشرح يعني مش كتير منطقي. أصحاب القرية، أي أصحاب القرية ما لناش معنى. جاءها المرسلون. هو كتب هنا جاء أوجي، أي دفع. طيب هاي مش محلها هون، هاي سورة ثانية. هاي محلها يا بوي يعني هو زودنا الملاحظات
نحذف احنا اذا جاء المرسلون، المرسلون رشل بالسريه معناه ارخى ودفع. اظن هذا برضه ملهاش، مش ضروري، مش ضروري يعني. كل هذا احنا قاعدين بنحسب بدل ما نزيد. الله بعين، الله بعين. طيب نعم. أن الآية 14، لا لا لسه، ما معنى ضرب مثلا؟ أيوة أيوة، تفضل أعطيني رأيك. أنا اقترحت في محاضرة أنه قراءة خاطئة بالتنقيط. طيب وهي؟ لأنه ما معنى ضرب مثلا؟ السرياني لا يقال أنه المثل لا يضرب، نعم، إنما يركب، يعني في نوع من الفن وليس بالضرب. فإذا أنا اقترحت أنه نفس الرسم ولكن بتغيير التنقيط، حذف النقطة من على الصاد وقراءة الباء كتاء من طريس، طرص بمعنى ضبط مثال، واصرف لهم وليس واضرب لهم. هذا اقتراحي، لأنه عندنا من سطر وطرس وطرط، عندنا يعني ثلاث صيغ لنفس الفعل، يعني نفس الأساس بمعنى ضبط الشيء. طيب فإذا أقترح وصلت وليس واضرب. أنا عندي اقتراح آخر، واسرد لهم مثلا أصحاب القرية. ما معنى واسرد؟ ما معنى وصل؟ السردة، السردية، السرد يعني. لكن مش السردة تأتي أولا بالسين ثانيا دال، يعني بقدر الإمكان مش لازم نغير الرسم. نعم. يعني مش ممكن نغير حرف إلا إذا في طبعا يكون في حرف سرياني بالأصل ونقلوه بالخطأ، هذا غير موضوع. لكن هنا أسرد أولا لازم تغير الصوت، تسويها سين والباء دال، صعب. لا سرد مثلا تعني يعني تلا، لكن أيوة هنا أيوة يعني احكي لهم، احكي لهم مثل معقول اللي بتقوله، لكن هون كل ما في يعني الرسم كله نفس الرسم مرات كثيرة. بالنسبة للمثل استعمل دائما ضرب ضرب ضرب، ما فيش غير رسم يعني، ونفس الرسم ممكن قراءته وصلت وليس واضرب. هذه مهمة، لأنه بالنسبة للنساء فهجرهم في المضاجع واضربهن، كما مش واضربهن وصلتهن، يعني صلح تصرفهم، مش معناه تضربهم. ايه بمعنى صحح، أصلح، وهم بمعنى ضبط. طيب هل رأيك إيه؟ يعني سريانيا طريس، طريس مقلوبة عن طريس سرطة بدل طرصة. طيب ما هي، كيف تكتبها أنت قراءة كتابة صحيحة؟ هي مكتوبة مثل ما هي، يعني بدون تغيير بالرسم، فقط تغيير النقط. طيب كيف بدك من شو الصاد صاد بدون نقطة، فقط الباء نحط نقطتين، سرطة بمعنى طرصة، طرصة يعني زبط عربيا، طرز اليوم. أستاذنا لازم أفهمك كويس مشان أعرفك أكتب كويس. أصرت يعني عليه في صاد را تا تا، نعم نعم تا ولا طا؟ لا لا مش طا، تا. ما هذا اللي حبيت أقول، أصرت لهم. نعم. لأنه ما بدأ ضحك، لأنه سريانية الرئيس. على بالي كلمة أخرى، جت على بالي كلمة أخرى. قريبة منها. يعني الكلام بجر كلام مثل ما بقول. انا مش عارف شو خطر على بالك على كل حال. لا 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 ما بحكي لك اياه خارج الخط، بدك تسمع علي. نعم. اصلا انا افضل اسرد يعني، ولو صحيح يعني، ما بعرف هلا.
هلا طبعا درجت باللغة أضرب حتى بالدرس صار مضرب المثل، لكن كلها زي من القرآن بس من قراءة خاطئة. طبعا درج تعبير ضرب مثلا لكن مش صحيح، بالأساس قراءة خاطئة. طيب أصرت، أنت تقول أصرت. نعم كريستوف يقول كريستوف اعذرنا، احنا نقول هيك اختصار للكلام بعدين احنا الألقاب محفوظة يا سيدي لا تزعل علينا. أصرت لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. طيب هل ممكن أذكركم أنه صراط مستقيم نفس الجذر؟ يعني صراط معناته الخط المستقيم، صرط نفس الفعل بس بمعنى ضبط، للأنسريانية طريس المعنى الأساسي. أستاذي عندي سؤال، أصرت هل موجود فعل عربي أصرت؟ أنا عمري ما سمعته. موجود يعني كاسم بالسريان بالعربي الصراط، لكن في بالأصل طبعا فعل موجود بالقرآن لكن قرينه ضربه بدل صرطه. لا بس القاموس العربي موجود كلمة صرطه؟ لا موجود صراط، موجود الاسم لكن مو الفعل. ممكن تشوف إذا في، لازم يكون في أصل لا كلمة لا اسم صراط، اعتبروه زي من اللاتيني مش صحيح. منيع بس أنا خايف هنا يعني إحنا استبدلنا كلمة أصبحت دارجة بكلمة غير مفهومة. هذه المشكلة إنه في في قراءات خاطئة درجت وغيرها لم ما درجت لكن هذا التعبير درج بس هذه أصرت مش معناته أن القراءة صحيحة، قراءة خاطئة. أفهم عليك بس كلمة أصرت هذه غير موجودة في القاموس العربي ولا عمري سمعتها بحياتي. طيب أنت طيب سؤال بسيط، فكرة كل كلمات القرآن موجودة بالقاموس؟ ما القاموس ما انكتب إلا ما نوجد إلا بعد القرآن مش قبله. أوكي طيب هل عندك ملاحظة أخرى أستاذي الفاضل؟ في طريس سريانيا طرس بالزين ولا بالسين؟ لا بالسرياني ترصاد طرس بالتاء ولا بالطاء؟ طرس بالتاء بالأول. بمعنى ضبط. خلاص هذا مهم يعني صحح يعني أيضا صحح ضبط أو نظم. نظم صحيح، نظم أتقن أحكم. أحكم كمان طريس. ولذا يقال على الإيمان المستقيم هيمانوثا تريستا، الإيمان الطريس يعني المقلوب العربي صار صراط وتراس. تراس أصبحت بالقرآن صراط صرطة مقلوبة عنها. أوكي هلا الآية 14 إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعذرنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون إن إليكم نعم تفضل فعززنا أيوة فعذرنا منيح حلو جدا اعذرني فعززنا يعني وكمان ممكن يكون فعذرنا لأنه يعني الوزير عذر بمعنى ساعد فعذرناه بثالث بمعنى ساعد فعززنا موجود عزز أو عندك ملاحظة على عززنا؟ عزيز معنى قوة مفهوم بالعربي سوينا عزيز
اسمي العزيز القوي صحيح. أيوة بهذا المعنى. أنا هنا أعمل لي ملاحظة أخي، لأسلنا إليهم أصلها على، شو هذا؟ ما أنا ما فهمت عليه، على إليهم أصلها على، ليش أرسلنا إلي علي على على؟ أنا شرعت إنه على الأصل أصبحت بالفصحى إلى. أصل على. وثالثا إلى تصبح لا، يعني أنا يعني. بس أظن هذا مش ممكن نكتبها بالطبع، صعب. لا مش هم. ليم اثنين أخذ اللي بتمسه بذكاء. هذا شرح أكوتي يعني. يا أيوة هذا أكوتي. اثنين كذا فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. طيب قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. إن وعبارة ليس نعم. ما أنتم إلا تكذب، ما أنتم إلا كذبون إلا تكذبون. نعم. عندك ملاحظة على هذه؟ غير شيء. هذه واضحة. الآية 16 قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون. عندك ملاحظة كمان واضحة؟ وما علينا إلا البلاغ المبين. واضحة ظن كمان. شيء. الآية 18 قالوا إنا تطيرنا أي تشاءمنا بكم. نعم. لأن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. لأن الهمزة مش محلها. لين لا. نعم مثل بالدارجة فين وين بدل وأين تلفظ وين فأين فين. نعم. نفس الشيء هنا تلفظ لين فقط. نعم. لنرجمنكم هنا كتبت ملاحظة لننبذنكم. صحيح بمعنى الطرد لعنة ومنها رقم شو رقم تعني نقطة. شو هاي؟ لا قريبة من رجمة، قريبة من رقمة. ومنها رقمة تعني نقطة. ماذا؟ لا ومنها لعنة يكفي هيك. ولا يمسنكم واضح أصابكم عذاب أليم. أليم ممكن توضيح للتعبير لي رجيم بمعنى المنبوذ لأن نعم. كلمة شيطان أصلها سريانيا المنبوذ أصبح فيما بعد الاسم من سعطانة سعيد بمعنى نبذ طرد حذفت العين أصبحت سريان ساطان وبالعربي شيطان. نعم يعني المنبوذ. وبعد ما أصبح اسم علم أخذ مرادف للمنبوذ الرجيم يعني المنبوذ اللعين الملعون اللعين لكن بالأساس منات المنبوذ. فأنا حضيف هذه الملاحظة بس هنا جاني عمل لي سلطة طويلة عريضة صاحبنا. خليك معي أستاذي. نعم. الشيطان يعني المنبوذ. نعم المنبوذ وأصبح الشيطان الرجيم. نعم الرجيم أي المنبوذ. نعم أيوة حلو جدا. هلا هنا أجاني صاحبنا عمل بس على العليم عمل لي ملاحظة على العليم. عليم قوي شديد صحيح. العليم جاي من عليم صحيح. والعليم جاي من حليم بمعنى القوي. هاي ما فهمتها. هلا سريانيا أولا الحليب أصبح الاسم الحليب أصبح في حليم وحليف تطور منها يعني لفظين بمعنى القوي.
بالأساس يعني القوة. هنا أستاذي يعني هل ضروري إحنا مش ممكن نكتب كل هذا في الطبعة؟ لا لا طبعا لا، مش أنا اللي لكن اللي كتبها يعني لتميز هو راح كتبها. كتبها أنا شرحتها مثل ما يقول أكوتي. مهم 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 مهم، لكن ما نقدرش نكتبها في الطبعة. لا أليم مش يعني أليم أليم. طيب هلا مفهوم طبعا أليم، أنا شرحت فقط إنه شو أصلها فقط. أيوة أيوة أيوة، ساسي بوليتيمولوجي. هذا مشكلتنا الآن. شفت لأنه نحن لما نحذف يقعد يمشكلنا. قالوا مش محله هون نشرح كل إتيمولوجي؟ لا مش ممكن. قالوا طائركم معكم أن شفت الكمبيوتر قاعد بمشكلنا لأنه النص طويل جدا لما نحذف. نعم طبعا طويل جدا، طويل جدا طويل. أيوة ربما سأرجع أعمل مثل ما أنت قلت، نقسمه قسمين. نقسمه قسمين، لوكسمبور واحد لوكسمبور ثاني. أيوة قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم. أكيد مش أئن وإنما أئن ذكرتم. أئن ذكرتم يعني سريانيا هل. طيب طائركم مع طيب ثانية واحدة ثانية واحدة أنا حشوف أنا ترجمت سي سلمو فوفو رابليي. نعم لا مش المعنى. أن ما هو أنت بتقول هل بمعنى هل تعني هل سريانيا أن تكتب ألف يا نون لكن تلفظ أن مش أن. منيح بس المعنى هل مش هيك؟ معنى الهل نعم. هل ذكرتم يعني هو تمني هنا، هل ذكرتم؟ لا بمعنى التنبيه ولا هل ذكرتم؟ تقريبا بمعنى التهديد. فهمت؟ هل ذكرتم يعني بعدها في علامة استفهام؟ استفهام طبعا. انت تقول بعدها استفهام. هل منيح ذكرتم بعدها بعد جملة جديدة بل أنتم قوم بعدها علامة استفهام. أوكي بل أنتم قوم مصرفون. هنا جاءنا ملاحظة مقلوبة من فرش، أي تجاوز عن الابتعاد عن التعدي. مصرفون نعم. أيوة يعني مقلوبة عن فرش أي تجاوز. هاي كلها إتيمولوجي هنا المشكلة. طبعا إتيمولوجي طبعا. نذكرها ولا ما نذكرها هون في الطبع؟ في كتابة سرياني فراش من فرشة مقلوبة. أيوة. عن فراش. أيوة خلاص نخليها. حلو جدا. هلل أبونا هذه طائركم إذا نشوفها بالكوفي. أيوة أوكي. ليش طائركم؟ ليش ما طيركم؟ صحيح طيركم طبعا. مش طائركم. ليش طائركم؟ أكيد مش طائر. طير لأنه هل الكرسي هذا شلون صار شو اسمه أليف؟ لا قلنا فإذا الهمزة على كل حال غلط، ما لها محل، ذكرناها كذا مرة. لأنه الألف أبونا لا تكتب في كثير من الأحوال، لا تكتب يعني أو تكتب بالسيف، هاي الإشارة الصغيرة. فهنا كثير من الألف غير موجودة. على كل هل ذكرتم بعدها علامة استفهام منيح. وجاء من أقصى المدينة المدينة طيب رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. المدينة أقصى المدينة فهمت مكان الحكم أي فيها محكمة.
المدينة هي بالأساس محل الحكم، محل الدين، محل الدين صحيح. أيوة يعني مكان الحكم أي فيها محكمة. رجل يسعى، يسعى هنا ذكر يركض، هذا المفهوم. نعم. هذا المفهوم. طيب لأن في آية أخرى قلب الصيغة، قلب في آية أخرى تقول وجاء، هنا في آية أخرى تقول تسعى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. جاء رجل مش وجاء من أقصى المدينة رجل هناك، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. قلب الموضوع، مو مشكلة على كده، هو المعنى نفسه بس تقديم وتأخير. سنقول 21 اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. طيب هل عندك ملاحظة؟ يسألكم يعني الرسم القرآني بدون همزة، مش يسألكم. نعم يعني هي الهمزة كلها فيها مشاكل، يعني لو احنا نتأخر على كل همزة هي في تيجي 5000 مرة تقريبا الهمزة، فمعناته هنعمل 5000 ملاحظة ربما هذه في المقدمة. لا نحن نرجع القرآن لأصله. منيح، بس ما المشكلة يعني إذا بدنا نعمل ملاحظة لكل كلمة فيها همزة بصير كتاب احنا بنعملها في المقدمة. في المقدمة ملاحظة عامة. وما لي لا أعبد الذي فطرني ومن الفرات، أي الفصل. طيب نكمل الجملة، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ترجعون. طيب هناك قراءة أخرى ترجعون، يسوى كمان ترجعون يعني ترجعون بمعنى المجهول، يرجعونكم. أيوة ترجعون يعني بإرادتكم، بس هنا أكيد هي مش بإرادتهم. ترجعون يعني وحد عايز يموت، ما حد عايز يموت، فهم علي؟ هل كلمة فرات الذي فطرني ومن الفرات، أي الفاصل بين منطقة وأخرى، فطرني يعني الذي خلقني. طبعا لأنه خلق وفطر مرادف بمعنى فصل. نعم أيوة من الفطور والإفطار. نعم شهيتنا أستاذنا. ما ينفع هيك يعني، احنا برمضان احنا صايمين، بعد المفروض بعد كل جلسة يكون عندنا إفطار. فارم عليك، احنا برمضان ممنوع على كل الآية 23 أتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمة، إن يردني الرحمن بضر، يردني معلش، إن يردني الرحمن بضر، شوف كيف كتب بضر مش دار، بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. يردني الرحمن بضر، هي قرأت معنى يزدني، أو جت ملاحظة يزدني، يردني الرحمن يعني يريد لي الضرر، هذا المعنى. نعم يردني، ليش هل أراد معناتها بالسرياني زادة؟ لا القراءة ممكن قراءة عربيا زادة. يزدني الرحمن بضر. نعم ممكن أن تقرأ عربيا ويزدني. بس أنت شو تقول؟ لا مش ضروري يريدني بسوى كمان، إذا أراد الله يعني بسوى مثل ما بتقول. حلو جدا، بسوى بسوى بسوى
بضر كتبت بضرر، واضح هي. شوف يريدني طيب ينقذوني. طيب مش مشكلة، ما عندنا ملاحظة. هلا الآية اللي بعدها 24، إني إذا حين ذاك، يعني إني إذا لفي ضلال مبين. إذا فهمت بحين ذاك، حين إذا ومختصرة يعني. إذا هي إذا يعني مختصرة من إدين، أي دين. أيوة، لفي ضلال مبين، مبين مبين واضح، مبين واضح، هذا يكون مبين. هو كم عدد هذه الصورة، كم عدد آيات الصورة مشان نعرف وين نوقف؟ أي 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 70 المعذرة المعذرة، أنا حنشوف كم عدد آياتها، لأنه 83 لأنه هلا إحنا دخلنا في تقريبا الساعة، فالواحد لازم نقسم نشوف وين في قسم جديد. طيب احنا نتوقف عند هذه الآية. هل عندك ملاحظة على الآية 24 أستاذ الفاضل؟ لا، واضحة واضحة واضحة، واللي بعدها واضحة، إني آمنت بربكم فاسمعون. 105 فاسمعوني فاسمعون، أيوة. طيب احنا نتوقف هنا، نتوقف هنا عند هذه فاسمعون. أنا أكتب رقم الآية، فاسمعون 25، أيوة. نتوقف هنا لنقرأ لنكمل في حلقة قادمة.